عدنا معكم سيدتي وسادتي إلى فسحتنا الثقافية وإلى صديقنا المبدع وضيفي الكريم الأستاذ محمد العلالي لنواصل معه الحديث عن تجربته الشهرية. وسي محمد العلالي، الموضوعات التي طرقتها منها ما هو مستجد جديد، منها ما يتعلق بالحياة والاجتماعية وفيها شيء من السياسة، ومنها ما يتعلق بمدح الأطفال، مدح بالغفرين بسبب، وهما من الموضوعات المستجدة الطارئة التي وجدناها لديك. أقرأنا سي محمد، نبدأ القصيدة وبعد نأخذ منها شوية انتربريتاسيون، نحلوها شوية. قصيدة أول تحدث فيها عن البحث عن العدالة، مطلب العدالة. جيد، شوف تليفون سي محمد قصو إلى صفحة أطول من نعطيك صفحة ديش صفحة شوف فهرسته تليا شوف فهرسته الشعر لا لابد ان ينخرط في الحياه الاجتماعيه. أيه. وانطلاقا من اسرتي فانا احتفيت. أيه. اعطينا القصيده تحدثها عن العداله. توجه الاسره. من سيرتب حالي تلهو بالايام الضغط، هل من سبيل الى الانصاف؟ هذيك هي 30 فعلا. هذيك هي 30. باهي. 37. 37 وجدته. باهي. هل اذا اقراها؟ هل من سبيل الى الانصاف، هل من سبيل الى الانصاف في بلدي، ام ذاك طيف سراب خل بالنكد، يراهس النفس غم مثقل كالدجى، ومورد الماء لوثا غار من كمدي، ان تحسبوه مزاحا غاب عن ظنكم، وعد ذمار ولا يخلو من الحسد، فكم رأى أهلنا الأهوال جامحة من فرط قسط وتقصير بلا مدد، فيك النفاق يضج صارخا كالصدى، لا تطمئن له النفوس للأبد، كنا نظنك وكر العز والسكن، لا فغية الغبن ملء الروح والجسد، ذاك الفساد كما قد ذاع في قطرنا هدم وعدم على الأحلام باللدد، لا يعرف الأدب الحميد من سفه، كأنما العقل منا بات في صفد، أين الضمير أهيل السر والفتن، عفوا، أين الضمير أهيل الشر والفتن حتى يقاضي جلاء سطوة الفند، بالحق تندمل الجراح في دعة، كأنما الجرح أمسى سهوة الرشد، لا تبذر السوء عمدا ساء مدرككم، تاريخكم لا يسر ظافر المسد، فهل إذا زاغت الأبصار من جشع نلنا المرامة بجهد زائف عرد، أن احتمال الهوان والإباء لنا عنوان فخر كغصن ماس من ملدي، لولاه ما حفظت أغراض كل الورى ولا ترزت حقوق رزة الوتد، هل الجماعة تمضي دون بوصلة؟ لا. أم أن مذهبكم خلق بلا سدد؟ لم أخفي همي لأن الود بات ثاقلا ومنبتي روقه من طينة الخلد، من يمنح الدفء غير موطن كالجنى يزهو جميلا بعدل قد أوى جلدي، بالعدل نحيا بالعدل تحيا النفوس في جنان المنى، فكيف لا نحتفي بالمجد يا بلدي؟ فعلا يعطيك صحة سي محمد. إذا الأسئلة تطرح وتتعلق بغياب إذا القيم وغياب العدالة وغياب الإنصاف لفئات معينة ولبيئات معينة ولجهات معينة، وفيه كذلك إذا توجيه مباشر لهؤلاء القائمين على المتسببين في هذا الحي في هذا الحي في الاجتماعي. فكان بكاس محمد هنا
إذن منخرط في الالتزام الاجتماعي والسياسي. الشاعر عليه أن يكون ناقدا لأوضاعه، أن يكون ملتزيا بالقضايا الاجتماعية والمصيرية، فعلا ينخرط أن يهتم بشواغل الإنسان المعاصر، شواغل المجتمع، عليه أن لا يخرج عنها وإلا يلفظه المجتمع. لا يهتم أكيد. أنا طبعا من دوري من موقعي علي أن أساهم في ترقيع ما يمكن ترقيعه، مساهمة ربما في التعبئة وفي الإشارة إلى النقائص. وأتلك وظيفة المثقف الحقيقي. المثقف العضوي. أكيد. المثقف العضوي الحقيقي. العضوي عليه أن يلتزم بقضايا شعبه وواقعه. نعم. قضايا شعبه وواقعه. كما لم أغفل أيضاً، إذن هناك تساوق، سمح الطاهر بعد إذنك، تساوق بين ما هو اجتماعي خارجي وبين ما هو اجتماعي داخلي الأسرة. أيضاً علي أن أوفق بين منبتين الأسرة والمجتمع في ماذا أقول في مدحي ولدي. في هذا أخذ يعني خذ نص واحد فقط. نص واحد فعلا في وهو من الموضوعات الجديدة في موضوعات جديدة في مدح الأبناء، يعني صعب والحقيقة صعب الرشي مدحهم صعب. نعم، احتفاء بميلاد إذن هو احتفاء بميلاد ابن زيكو. أقول هو زكريا وأنا زيكو. أدليله أقول زيكو لاعب البرازيلي زيكو يا زين حياتي هي أنشودة حاضر ماض وآتي عيد ميلادك أسنى برق ليل في الفلاتي ناثرا بشر الهناء نور أنس وثباتي وأريجا من سعاد يستعيد البهجات زيكو يا معطاء غيث قد أفاض النعمات يستدر الخصب خيرا كمجازي النفحات كم فؤادي سر لما لحت نورا للسرات زينة الدنيا بنون يا سليل الصبوات صانك الله بني دمت لي خير الهبات. يعطيك الصحة. هذه واحدة القصيدة بالدعاء له بالدعاء للحياة أبقاه الله حيا وأطال الله عمره ومتعك بشبابه وبطفولته. شكرا شكرا لك على هذا وبكهولته أيضا. هذا شعور جميل. نعم شاركتني فيه. سي محمد تقريبا الحصة أوشكت هذه الفسحة الثقافية أوشكت على نهايتها ولم نفي إذن كتابك حقه لتعدد إذن موضوعاته وتعدد أغراضه ولتعدد إذن نقاط جماليته الشكلية والتعبيرية. أشكرك سي محمد. إجمالا تحدثنا عن القصيدة التقليدية ورأينا أن هذا الاختيار يثوي خلفه موقف حضري يؤكد انتماءنا إلى هذا التراث وتأصيلا لكيانه وكذلك إذن هو أساس للبناء الجديد وبذلك خرج طبعا مأزق أشار إلى الرومانسيو فيما بعد هي مدارس أتت بعد المدرسة الحقيقية مدرسة المهجر أبولو وشوق ومدرسة أخرى أشار إلى الرومانسيو فيما بعد وأنت تلفيت ذلك بما قلته. تحدثنا أيضا عن بعض الجوانب الفنية ولكننا كما قلت لم نستكمل حتى الكتابي ولعلنا نعود لذلك في حصة لاحقة في حصة الكتابين الجديدة. بقي لدينا سي محمد أن تقول كلمة الختام لمدلفة كلمة الختام. شكرا شكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا أتيت شاعرا طبعا الاحتفاء به. شكرا على هذا الاحتفاء وأنا شاعر من بقية الشعراء الذين طبعا تسعى إلى استضافهم جميعا. هذه حصة ثقافية طبعا جيدة. أشكرك على هذا الإسهام في رعاية الثقافة والمثقفين وتحيتي لكل عشاق الشعر والثقافة في جهاتنا وفي البلاد التونسية طبعا وأدعوهم إلى أن يحضروا في كل النوادي الثقافية في الإذاعة في المنتقيات الأخرى في الأماسي والأصابيح في المهرجانات حتى نؤسس حركة ثقافية حركة ثقافية جيدة يعني تحدث ديناميكية في المشهد وطبعا تسعى إلى إنارة سبل ثقافتنا. يعطيك الصحة سي محمد. تحياتي لكم جميعا. نعم يعطيك الصحة سي محمد. سيدتي سادتي أترككم على أمل اللقاء بكم ودعكم من وراء الميكروفون صديقكم ومرشد هذه الحصة ومبدع هذه الحصة بالظفرين
فصحة ثقافية جديدة. يودعكم الأستاذ محمد طاهر الجنبيزي، تحية لكم ونلتقي على أدب. أنا تعودت، تعودت حبك وظلمك.